يلا ودي اه بده يرمي بيكاتشو. يلا ودي ارمي اياه. بسم الله. ودي شايف شو عم بيصير؟ اليوم اشتريت انا وماشا مشروبات جميع الشخصيات المرعبه والشريره من الانترنت المظلم على تفاعلكم القوي اللي صار باخر فيديو. ودي عرفنا على المشروبات. انا هلا راح افتحهم مباشره. اول شيء معنا كريستيانو الشرير، هالك المرعب، سبايدر مان الخطير، لأول مرة في اليوتيوب بيكاتشو الخطير جدا، ومستر بيست الشرير، وماشا المرعبة. أنا متحمس على ماشا كتير كتير خطيرة. ماشا أخطر شي رح تكون، ولكن نحن ما منخاف لأنه معانا الله ومتابعينا بحبونا. هلا بدون مقدمات يا ماشا. يلا متحمس أنا كتير. بدنا نفتح مشروب كريستيانو رونالدو الشرير. يا متابعينا كلكم ادعولنا بالتعليقات شفتوا شو صار معنا باخر فيديو. ادعولنا بالتعليقات، بدنا الفيديو يوصل كتير لايكات. يلا عودي خلينا نفتح المشروب. بسم يلا. الله يا متابعينا، الله عودي بدي يفتح مشروب كريستيانو رونالدو. الشرير. يلا عودي ادعولنا بالتعليقات. يلا ما شوقف يا زيق شوي. اعملوا لايك للفيديو واشتركوا قناة مهند. يلا عودي اول شيء خطير راح اشرب منه شرب. يلا عودي بسم الله بسم الله. هدي هدي شو عم بصير معك؟ شو يا هدي هدي شو صار معك؟ بسم الله هدي تحول لكريستيانو. وهدي انا صرت كريستيانو. هدي لازم نرجعك لطبيعتك. ما بيهمني بدي اروح افتح باقي. ماشك مشي ماشك صوري هدي ماشي صوري هدي لا تاكل لحم. افتح باقي هدي لا تاكل لحم. الحال عندي الحال عندي شو بدك؟ الحال عندي ماشي صوري. وقف 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 شباب. ودي رجعنا طبيعتنا متابعينا. اوه كفو. يس تمام. هلا تعال تعال مهند. ماشا شكرا لك يا ماشا. شكرا يا مهند. ما بدي اطول كثير. هلا بدنا نفتح مشروب هالك المرعب. شو هالصوت؟ صوت تليفون. لعمة هاي ماشا. ماشا لعمة رد عفوا شفا. مين ماشا؟ هاي شفا. رد ماشا. الو ايه شفا؟ عودي المشروبات هنن معاك؟ ايه والله انا معي مشروبات. لازم تتخلص منهم فورا. لا يا لا 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 يا شفا ما بقدر. انا مشتريهم باكثر من 20,000 دولار وبدي افتحهم. هلا سلام ما حاسمع منك باي. ودي لا ترد عليها لازم نفتحهم. وهلا يا متابعينا رح نمشي بالتسلسل لبدا نوصل لعند مين؟ ماشا. الله رح نفتح مين؟ هالك الشرير. هالك الشرير والخطير والمرعب والقوي. جاهزين؟ يلا يلا يا مهند تعال. يلا متحمس كتير. واخيرا نفتح مشروب هالك. هذا الاخطر مشروب وكتير متحمس عليه انا. من اقوى المشروبات واخطره. جاهز يا مهند؟ جاهز. يلا عودي. واحد اثنين. اوه تعالي بسرعه تعالي شوف ايش موجود داخله. يلا عودي انا معك. يلا بسم الله بسم الله. تعالي تعالي يا ماشا تعالي بسم الله. يلا عودي. ابو ماشا انت خايفه يا ماشا؟ لا ليش ماني خايفه؟ هنا شوف الزهر منه. بسم الله انا حالك بدي البسه. لا لا البسه ايفا باخر فيديو. تمام راح نخليه لاخر الفيديو هذا وراح البسه امامكم وشوف شو بده يصير. مهند تعال نكمل فتح باقي المشروبات. يلا يلا خلينا نعرف وين وصلنا. طبعا يا متابعينا بقلب مشروب بهالك طلع لنا قناعه وما شاء الله لنا. خلينا نلبسه باخر الفيديو. اشلفه اشلفه. بسم الله كلكم حطوا لايك للفيديو وادعوا لنا بالتعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كل الاشعارات. يلا عودي يلا وصلنا. خلي لاخر الفيديو. وانا اشتريت هالمشروبات الخطيره بس بسبب تفاعلكم القوي اللي صار على الفيديو. هلا بدنا نفتح مشروب سبايدر مان. يلا عودي شو رايك اولا شم ريحته؟ رح شم ريحته إيه؟ انا قبل ما نسوي اي شيء خطير. يلا شم ريحته. لا عودي ماشا 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 عم تشرب منه. ماشا عم تشرب منه. لا يا ماشا لا لا يا ماشا لا 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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ماشا تحولت لسبايدر مان. بسم الله بسم الله. عودي مبين على سبايدر مان كثير قوي. سبايدر مان هذا كثير قوي. وانا بسم الله رح احاول امسكه. انا رح احاول امسكه عشان ارجعه طبيعي. يلا عودي حاول امسكه. يا ويله بسم الله. وانا رح امسكه. يلا عودي ايه لازم ارجع له ماشا لطبيعته. يلا عودي امسكه. كفو كفو. عودي مسك سبايدر مان. عودي اتوقع عشان يرجع لطبيعته لازم تسوي نفس ما سوينا لك. لازم يكب فوقه من مشروب سبايدر مان. يلا عودي
بسم الله يا متابعينا، هلا رح نكب المشروب سبايدر مان فوق سبايدر مان. خليك فوق. يلا عدي انا هوني، عدي انا عم براقبه. ماشا خليك واقف هون يا ماشا، خليك واقف هون. ماشا واقف يا ماشا. بسم الله يا متابعينا، بسم الله. ماشا بعد ما شربت المشروب تحولت لسبايدر مان. يلا عدي عدي بسرعه تعال. يلا متابعينا تهزيل، بدنا نرجع ماشا لطبيعته. سبايدر مان عدي انزل لعنده. عدي انزل. ايه انزل. يلا بسم الله بسم الله. ماشا شكلك كتير مرعب يا الله. يلا عدي كفو عدي. ماشا بترجع لطبيعتها عدي. بالله عدي واقف. عدي رجعت ماشا لطبيعتها. يا بسم الله ماشا رجعت واخيرا. خفتين عليك كتير يا ماشا. تعال يلا تعال. يلا تعال يا ماشا. الحمد لله يا متابعينا، ماشا رجعت لطبيعتها. رجع ماشا من سبايدر مان الشرير. نحن عرفنا كيف فك التعويذة. تعالوا هلا نفتح بيكاتشو. ضلت اقوى شيء بيكاتشو يا متابعينا. حطوا لايك واشتركوا، اشتركوا في القناة ضروري كتير. يلا يا متابعينا معانا اخطر شخصية منهم اللي هي بيكاتشو، ونحن ما لنا خايفين ان شاء الله. وهلا بدي افتح امامكم، بس كل الموجودين الله اذا عن جد بتحبونا حطونا لايك للفيديو واشتركوا في القناة ودعوا لنا بالتعليقات، كتبوا لنا تعليقات حلوة لقلبي لماشا. بدون مقدمات انا ما بحب احكي كتير، خلينا نروح ندمر مشروب بيكاتشو لنشوف شو راح يصير. يلا عدي انا مستعد. لا تنسوا ماشا رح نفتحها. هلا رح نفتح لسا في عنا ماشا وعنا مستر بيس. يلا بسم الله. هلا صار دور بيكاتشو يا عودي. انت جاهز؟ انا كتير جاهز يا مهند. يلا يا عودي استعد. بسم الله يا متابعينا عودي هلا بده يرمي بيكاتشو. يلا عودي ارميها. اوه يلا عودي انزل ضربه. بسم الله عودي هلا بدي يفتح قنينة، بدي يفتح مشروب بيكاتشو على السوا. ياي انا كتير متحمس. ماشا متحمسة معنا؟ اه. يلا عودي بسم الله بسم الله. مشروب بيكاتشو عبى الدنيا. اوف يا ماشا ماشا كيف مشروب انت؟ شو هذا عودي؟ بيكاتشو عودي. هذا بيكاتشو نفسه؟ ايه. تعال تعال ادخل لجوا. ادخل لجوا عودي ادخل. بسم الله عودي لقى بيكاتشو. بيكاتشو معنا تخلينا نرمي كرة بيكاتشو على الارض ونشوف هل رح يظهر منها بيكاتشو ولا لا. هاي لا عودي رح ارميها هلا هيك على الارض وخليه يظهر منها، بلكي يظهر بيكاتشو امامنا. طب مهند عودي انا خايف هيك، ما يعني بيكاتشو كتير خطير. لا تخاف يا بني ادم، لسه عنا مستر بيست ولسه عنا ماشا، هدول بدنا نفتحهم يا مهند. طيب لازم نحن لازم 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 نحن نسويهم، لازم ما لازم نتاخر كتير. طلع مستر بيست شكله كتير مرعب وماشا شكله كتير مرعب. إذا بدك بتحب أفجرك مشروب مستر بيست؟ لا استنى خلاص خلينا نجرب طابة بيكاتشو. طيب يلا. طيب أنا بدي حط هون أنا الكاميرا. أيوة لأنه أنا خايف كتير ليصير شيء مرعب معنا. يا متابعيني طابة بيكاتشو كان هي معي، مجرد ما رميتها هيك رح يظهر منها بيكاتشو القوي كتير. يلا عودي أنا متحمس. جاهز؟ أي جاهز عودي. بسم الله. واحد واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة. يلا عودي أرمي. بسم الله. كل بيكاتشو عودي. شايف شو عم بيصير؟ يا الله مهند ماشا شايف انت؟ يا عودي مرعب كثير، مرعب شكله كثير يا متابعيني. ماشا بسم الله. لا تخافوا منه لا تخافوا. الرعد اللي عم يظهر منه وعلى عودي عم بيكبر. عودي بارك كثير كثير. بسم الله شكله كثير مخيف. نحن شو بدنا نسوي؟ شو بدنا نسوي؟ انا خايف لا يهجم علينا هذا بيكاتشو الشرير. وانا كثير خايف عم يكبر كل ما له اكثر عم يطلع الرعد منه. عاد هو معقول ما يكون شايفنا؟ ما بعرف عدي خلينا نطلع برا البيت. يا متابعينا كلكم تحطوا لايك للفيديو بلكي نقدر نتغلب عليه. ماشي يلا وانا رح اخذ معي هدول المشروبات. يلا يلا خذ المشروبات. يلا خلينا نهرب. بسم الله.